كابتن معتز اينو. معتز، انت قلت ان الاختيار الاول لمانويل جوزيه كان عليك. واحنا عارفين طبعا من خلال اللعيبه، من خلال مشوار جوزيه في النادي الاهلي، انه كان شخصيه خاصه جدا وكاركتر خاص جدا. عايز اعرف الحوار، انت اول ما اتنقلت للنادي الاهلي، عايز اعرف الحوار اللي دار بينك وبين مانويل جوزيه. هو كابتن، اي لعيب جديد لازم هو بياخده اول تمرين، اول ما انت بتخش النادي الاهلي اول تدريب لازم هو بيجتمع بيك. فاول ما انا رحت كنت ساعتها لسه مخلص البطوله الافريقيه، وكان معايا ساعتها، انا ما كنتش غريب عليهم يعني، كان معايا شوقي وحسن مصطفى واللعيبه كلها ومتعب، فما كنتش غريب عليهم يعني. فلما دخلت اول يوم قالوا لي تعالى قبل التمرين مستر مانويل عايزك. فدخلت لقيت الجهاز كله، الكابتن حسام بدري والكابتن علاء ميهوب وكل الناس قاعده، كابتن احمد ناجي. فالراجل قال لي انا طلبتك بالاسم وانت لعيب كويس واحنا متابعينك، يعني بيديني الثقه. اوكي. وان شاء الله هتبقى اضافه لينا وهتبقى عند حسن ظننا. فانا برضو قلت له، كان المترجم قاعد، قلت له اتمنى طبعا ان انا اكون عند حسن الظن، وده شرف ليا اللي انت تختارني، وشرف ليا اللي انا العب في النادي الاهلي. فدي كانت البدايه. فرحب بيا بقى، نزلنا التمرين رحب بيا في وسط اللعيبه كلها. واول ما دخلت، دخلت في التشكيل الاساسي. كان اول مباراه كنا داخلين على السوبر مع الاسماعيلي قبل الدوري. فالسوبر قبل الدوري باسبوع دي كانت اول مباراه راح ملعبني انا. كنت جاي جاهز عشان كنت لسه مخلص، كنت مخلص المنتخب. فكنت جاي راح مديني على طول اول مباراه مع الاسماعيلي، كسبنا ساعتها السوبر مع الاسماعيلي. مين كان بيلعب جنبك ساعتها؟ كنت انت في وسط الملعب؟ كنت انا وحسام عاشور. انت وحسام. انا كنت دايما الخمس سنين انا قعدتهم، انا قعدت خمس سنين في النادي الاهلي واخد 14 بطوله ما شاء الله الحمد لله. فالخمس سنين كنت اكتريت الوقت يعني لعبت جنب شوقي شويه، ولعبت جنب انيس بوجلبان شويه، وعاشور. انيس برضو كان لعيب كويس. وحسام غالي لما رجع من السفر. بعد ما رجع لعبت جنبه شويه، بس الاكتريه كنت بلعب جنب عاشور. يعني انت وعاشور يعتبر دويتو. كنا في اوضه واحده. طب كمان كويس. خمس سنين اوضه واحده. طب انت اول مباراه ليك مع الزمالك وانت بقى في النادي الاهلي، اول مباراه ليك كمان جبت جون صح؟ وبيقولوا عليه هدف صاروخي يعني. افتكر صح؟ كانت كواليس ولي. الكواليس انت مش عارفها ولا كواليس لا شفته قبل ما ادخل طبعا. ما لازم ما شفتوش ساعتها. نذاكر الضيوف كويس. ما شفتوش ساعتها؟ مش عارفه كنت فين ساعتها. طيب يعني مش عارف بجد. طيب مش فاكره. انت الهدف ده كمان اكيد ليه ذكرى عند المعتز بالله. بصي انا كمان الهدف ده بالنسبه لي كنت اي لعيب بيجي من الزمالك الاهلي او من الاهلي الزمالك بتبقى الموضوع فيه حساسيه شويه يا كابتن، عشان ده طبعا النادي المنافس ليه. اكيد. فانا اول ما نزلت الملعب تعرضت شويه لهجوم شويه من الجماهير. من الجماهير. وده طبيعي. بس ده طبيعي. وكان مستر مانويل ساعتها يعني اتكلم معايا في الموضوع. قال لك بقى يعني قبل الماتش بيقول لك ما تردش هتنزل هتلاقي كذا وكذا وكذا. قال لي حط قطن في ودانك كده بالظبط في المحاضره. قال لي انت هتعمل حسابك، انت هيحصل معاك كذا كذا كذا. ولكن جمهور النادي الاهلي بقى بعد ما جمهور الزمالك يعني خدت طريحه على كويس. فجمهور النادي الاهلي رد بقى بيرجع لي الثقه تاني. وانا كنت ساعتها الفتره دي كمان كنت مصاب يعني، اتصبت اول ما جيت. فلما رجعت ما بداتش المباراه دي، كان مستر مانويل معدني على الدكه. مباراه الزمالك. مباراه الزمالك دي بتاعه السوبر ده كمان. كنت راجع من اصابه فقعدت احتياطي. فقعدت احتياطي. فاداني في اخر حوالي 10 دقائق كسبنا ساعتها، كابتن احمد حسن جاب جون وانا جبت الجون الثاني اللي هو جون المكسب ده. وكان جون الحمد لله كان جون جميل يعني وشكله حلو. واي حد بيجيب جون في ماتشات القمه هو دي اللي بتفضل في الاذان عند الجمهور زي يعني لغايه دلوقتي وانا ماشي الناس كلها فاكره اللي جون الزمالك بتاع اينو، الناس بتتذكره لحد دلوقتي. لا هي طبعا مباراه الاهلي والزمالك من زمان كانت بتبقى فرصه يعني احنا كمان على مستوى الناشئين لما بنطلع ولد طالع عنده 18 سنه 19 سنه ويبدا يلعب مباراه الاهلي والزمالك، دايما بتقول لك مولد نجم جديد. دايما التوقع ان مباراه الاهلي والزمالك بتصنع نجوم. الوضع مختلف بالنسبه لك شويه لان كان الوضع حساس انك جاي من نادي الزمالك ومباراه مهمه جدا. طبعا طبيعي ان الجماهير انت كان عندك شعور انك في شعورين يعني. انا لو مكانك احس ان انا طبيعي جدا ان انا هقابل التحدي دوت من الجماهير نادي الزمالك، ان انا حاسس بوجودي اكتر. في جزء تاني ممكن يبقى اللعيب عنده عدم ثقه شويه وعنده خوف شويه فيأثر على ادائه يعني. قول لي احساسك كنت نازل ملعب واحساسك بعد ما جبت الجول. هي حته الثقه والخوف دي الحمد لله ما كانتش عندي، عشان انا يعني وانا في الزمالك برضو بدايه وانا صغير اول ما اتصعدت اول مباراه ليا كانت ضد النادي الاهلي. فانا بدات كبير يعني انا بدات دخلت ايه يعني خدت مواجهه قويه. فانا خلاص من زمان وانا متعود على ماتشات القمه.
يعني انا مثلا ما كنتش احب العب مثلا اي مباراه تانية، لا انا احب العب ماتشات الزمالك والعب ماتشات الاهلي سواء هنا او هنا. فالماتشات الكبيره دي زي ما حضرتك بتقول بتصنع النجوم، وبيبقى فيها طبعا اقبال جماهيري كتير، وغير في مصر بس يعني الوطن العربي كله، الوطن العربي والوطن العربي كله. فحتى اي واحد بيجيب جون بيعمل حاجه هي دي اللي بتفضل في الاذهان. فانا حته الثقه دي الحمد لله كانت عندي. انا ما كنتش بس الجماهير كان في وقتها تخض، ما تخض وانت طبعا نازل الملعب ومباراه ومواجهه قويه بس برضه. بس انا واثق اللي كان جمهور الاهلي كان واقف في ظهري، يعني عشان هو اللي كان دايما بيديني الثقه، هو اللي بيشجعني. انا تعرضت بس للضغوط يعني من ناحيه الزمالك من جمهور الزمالك، عشان ده امر طبيعي اللي انا كنت لسه سايبهم وماشي. فكان امر طبيعي زي ما الخواجه قال لي في المحاضره، فانا كنت عامل حسابي اللي هو هيحصل كده. بس دخلت قلوب الاهلاويه بسرعه بعد الماتش ده، خاصه ان انت سجلت جول يعني. بس هما كده كده بيحبوني. لا مش عشان الجول. لا بس انت برضو يعني انت لعبت مباراة قلنا مهمة وكانت قدام الزمالك وعملت فيها يعني عملت فيها شغل كويس، فده برضو يعني انا لما جبت الجول لو حضرتك شوفه انا كنت بجري، انا مش عارف اروح، كنت طالع من الاستاد. جابوك من البيت. لولا احمد السيد، احمد السيد هو اللي مسكني. عشان كده هتجي لنا احمد السيد ان شاء الله بالفقرة اللي جاية. احمد السيد هو اللي هو اول واحد انا نطيت عليه. لا بس اكيد ليه اثر ايجابي، يعني طبيعي ان جماهير النادي الاهلي كانت بتحبك، لعبت منتخب مصر، ساعدك كمان على فكره انك تخش، كان معاك شوقي ومتعب في المنتخب، فده كمان اعتقد ساعدك كمان انك تخش بسهوله الفريق. ويبقى كانت ساعتها كمان في يعني الفتره اللي انا كنت ماشي فيها دي كانت المفاوضات كانت شغاله، فانا كنت ايه عارف هو كان عقدك انتهى اينو؟ لا انا كان فاضل لي لسه 6 شهور في الزمالك. اوكي. وبعدين انا مضيت خلصت في الاهلي. والزمالك كانوا ساعتها لما عرفوا قعدوا معايا، كان من حقك يعني قبل عقدك بست شهور ممكن تمضي يعني. ساعتها بقى اتقال اينو مضى في وقت غير قانوني وكده، لكن انا كنت ماضي في وقت قانوني. وساعتها اتعرض عليا اللي انا اقعد في الزمالك، واقول لحضرتك اللي انا اتعرض عليا فلوس اكتر من اللي انا كنت هاخدها في الاهلي، عشان لما عرف طبعا نادي الزمالك انك رايح النادي الاهلي فعرض يعني أكتر. عرض بس انا خلاص كنت ماضي، وانا كنت حابب اللي انا اروح النادي الاهلي، يعني انا بحب النادي الاهلي وانا كنت حابب اللي انا اروح النادي الاهلي.